متابعين بمحطاتنا الدورية من عيون بيروت، ووصلنا إلى محطة هاتفية جدا. اليوم بدنا نحكي أكثر عن منتر أريبيا أو منتر العربية، مؤسسة إقليمية غير حكومية تعنى بتمكين قدرات الأطفال والشباب بهدف وقايتهم من السلوكيات الخطرة. نشاط هالمؤسسة بلبنان والمنطقة العربية متواصل على مدار السنة، وبهيدا الإطار وضمن التعاون المستمر بين المؤسسة ووزارة الشؤون الاجتماعية سلسلة من حملات التوعية تطلقها هالمؤسسة. عن هالحملات أهدافها وبرامجها منستقبل لليوم مسؤول البرامج والمشاريع في منتر أريبيا أنتوني أبي زيد، وبتشاركوا اللقاء ريما خلف رئيسة نادي روتاري الأرز في بيروت. أهلا وسهلا فيك ريما خلف، وأهلا وسهلا فيك أنتوني أبو زيد، شرفتونا بعيون بيروت اليوم. طبعا البداية مع الليديز فيرست، أهلا وسهلا فيك ريما. نحن بنعرف اليوم أنه في تعاون بينكم بين منتر أريبيا وبين كلوب روتاري الأرز في بيروت. البداية خلينا نتعرف شوي عن الروتاري الأرز في بيروت، شو بيضم نشاطات لشو هاتفين؟ أيوة، نحن روتاري بيروت سيدرز تابعين للروتاري المؤسسة الدولية، موجودين بكل بلاد العالم، وهدفنا تنمية المجتمع. وبنفس الوقت مع تنمية المجتمع بنشتغل على قدرات الأعضاء تاعولنا، وكمان طبعا في أخوة وصداقة كمان بننميها بين الأعضاء، وطبعا بين الضيوف تاعولنا. ونحن اجتماعاتنا كلها مفتوحة، يعني مين ما بحب يجي يساعد تينمي المجتمع وتيكون عنا مجتمع فيه سلام وبنشتغل على السلام، على المي، على تأمين المي النظيفة الصحية. هلا عم نحط مي بكل المدارس الحكومية، مي للشرب، على المرأة والطفل، على محاربة الأمراض، وعلى التنمية الاجتماعية. نعم، إذا الواضح أنه روتاري كلوب هو عنده هدف سامي، يساعد كل العالم، يساعد الأطفال، يساعد المرأة وإلى آخره. لذلك صار في تعاون بينكم بين منتر أريبيا، يلي هي كمان بدورة أنتوني بتساعد الشباب، بتساعد الأطفال. ومثل ما ذكرنا أنه اليوم في عندكم كمان نشاط جديد عم بتساعدوا فيه كل الشباب بالوطن العربي. البداية خلينا نتعرف على منتر أريبيا، شو هدفها، شو برامجها، شو نشاطاتها بالإجمال؟ أكيد، مثل ما قلت، منتر العربية تأسست سنة 2006 بالدول العربية ومركزها الإقليمي بيروت. الهدف الأساسي والرسالة الأساسية لهذه المؤسسة هو تمكين الشباب والأطفال العرب للوقاية من السلوكيات الخطيرة والمخدرات. هذه الرسالة بشكل عام. نحن بنشتغل ب 22 دولة عربية، وبرامجنا تختص بالشباب، بالأطفال، الشباب والأهل، كل شرائح المجتمع عم نستهدفهم، وكل فئات العمرية كمان عم نستهدفها. نعم، اسم الله عليك أنتوني، يعني مش بدي أقول لك أنه حافظ الدرس على الآخر، بس مبين قدي متمكن من منتر أريبيا وقدي أنك حاطت هيك هذا شغف العمل الاجتماعي. نعم، قدي اليوم الشباب عم يبهروك بطاقاتهم بالإجمال أنتوني؟ أكيد، الشباب اليوم خصوصا بلبنان من خلال المشروع اللي عمل نفسه ريسنتلي، اللي هو درو ذا لاين اسمه، هو رسم الخطوط، من خلال من بعد سيشن بنكون عم نعطيها بالمدارس اللبنانيه عن الكونفليكت ريزولوشن او حل النزاعات وبناء السلام. اللي هو هيدا عنوان عريض جدا بلبنان، لازم يعني ندرسه، ولازم انه يكون عندنا توعيه لاطفالنا ولشبابنا بهذا الموضوع. اكيد، دائما نحن كمان بنجرب تكون التوعيه، بنجرب نكون عم نخلقها للشباب ب طريقة يحبوها، طريقة تكون متفاعلة معهم. يعني احنا جلساتنا هي جلسات تفاعلية تشاركية مع هدول الشباب، دايما بنكون عم نركز على انه نبني قدرات هدول الشباب من خلال طرق هن بحبوها، طرق ما تزعجهم، طرق ما يحسوا انه في لكتشر عم ياخذوها. كرمال هيك نحن كنا اكيد على كل ما حدا بحب ياخذ التعليم بهيك طريقه، من ايام المدرسه للجامعه كلنا بنكرهها نحن كشباب وصبايا، انه يكون حدا مثل عم بيفرض علينا شيء فرض واجب. مدام ريما، بالنسبه لروتاري كلوب كمان انتم قد ايه بتعملوا توعيه للشباب، وقد ايه كمان عم بتشوفي الشباب اليوم عم بيفهموا او عم بياخذوا مثل هيك بنصايحكم بعين الاعتبار؟ نحن الموتو تبعنا هالسنه هو الشباب والمجتمع.
مشان هيك طلبنا من منتور أرابيا أنه يعملوا توعية بالمدارس للسلام وكيف الأشخاص تقدر تتعامل مع النزاعات. وهيدا الشيء نحن منآمن أنه لازم واحد يبلشوا من الصغر حتى يكبر معه هالشيء، وحتى إن شاء الله يصير عنا بلد يعم فيه السلام. نعم. وتكملة لهالتوعية اللي عملناها هي draw the line. طلبنا من كل تلميذ من التلاميذ يرسموا رسمة بقلم رصاص تعبر عن السلام. وإن شاء الله ب 15 الشهر في عنا معرض بالـLAU والكل مدعو عليه. ورح نعرض هالرسمات اللي عملوها هالشباب. حلو انه هالتعاون انتوني بينك بين منتر أرابيا وبين روتري كلوب روتري كلوب عم بيكون فعال وعم بيكون يعني هادف لشيء معين اليوم. بس خلينا نفهم شو مزبوط التعاون بيناتكم سوا، شو عم بيكون؟ اوكي، نحن منفتحين على حيلة التعاون مع اي مؤسسه عندها الاهداف مثل ما اهدافنا واللي هي دعم الشباب وتمكينهم. اليوم التعاون هو على مشروع كرمال يكون في سيشنز جلسات توعيه عم ينعطوا بكافه المناطق اللبنانيه بالمدارس. نحن برمنا بيروت، بقاع، علي، وصلنا لعكار، على هدول المدارس وخاصه المدارس الرسميه بمطرح معين، لانه في عالم بحاجه تيكون عم يجي ينعمل معها هالنشاطات. هدول النشاطات كانت من خلال ساعه حصه، اذا بديك حصه مدرسيه، فتنا عند الشباب اللي بهن بصفوف سكوند باك مينلي، وقدرنا نكون عم نعمل فيهم هيدا، نكون عم نعمل معهم هالسيشن. نعم، عم تشتغلوا كمان انتخابات خير ان شاء الله، لانه حسيت قلت لي برامج لبنان كلهم كانوا مثل الانتخابات البرلمانية. نحن اهدافنا اجتماعيه ساميه. ما بمزح معك، هيدا ما صح لا اكثر ولا اقل. انتوني، مثل ما ذكرت مدام ريما انه هالنشاط رح يكون انه بالمدارس اللبنانيه، عم تدعموا الاطفال او الاولاد انه يرسموا بقلم رصاص، مش رسمه كامله متكامله، انما خطوط. هالخطوط شو بتعني؟ شو رح يعني شو الهدف منها؟ شو رح نستوعب منها بس نشوفها؟ نحن من بعد السيشن بيكون صار في خلاصه قدروا اخذوها الشباب معهم من بعد ما اخذوا هذه الجلسه، رح يكونوا بالاخر عم بيعبروا عن حالهم من خلال هيدي الورقه. عاده التلاميذ بس يكونوا بالصف بيكونوا عم يرسموا على الطبقه، عم يرسموا على الورقه اللي قدامهم خطوط، عم بخرطشوا يعني. انا كنت بعملها ايام المدرسه، عم بتسلى عم بخرطش. يس، نحن جربنا نحطها ضمن اطار تقني معين، تقنيات بس منا كثير ضروريه تيكون الشخص عم بيشارك معنا بهذه المسابقه، لكن فضلنا انه تكون مش من خلال الوان ومناظر طبيعيه وهيك، حبينا نركز على القصص اللي بحبها هذا التلميذ بقلب المدرسه يعملها، بس حطيناها ضمن اطار يوصل مسج معين، يعني رح نحن بنعطيه التبس كيف لازم يرسم هيدي الرسمه، ومن بعدها بيستعمل قلم رصاص بس تيكون عم يعمل رسمه لحل النزاعات ولبناء السلام، هو كيف بيشوفها حتى لو كان بطريقه تجريديه مش واضحه. نعم. هو الشخص كيف بيقدر يعبر عن حاله، حتى بنسمح له يكتب فيها اذا بده يكتب كلمه، يكتب سلوغن معين. نعم. له حق، ونحن بالاخر رح يكون مثل ما قلنا في معرض بالاليو ب 15 شهر. لكن حيكون ب 15 ايار مايو يلي بتزامن تقريبا مع شهر رمضان المبارك. ان كان 15 او 16 او 17 بعد مش محدد لهلا. في صوره رح نشوفها سوا على الهواء هي دعسات الارجل. شو بتعني هيدي الصوره انتوني؟ نحن بختام كل جلسه كنا عم نكون عم نعطي هدول الاطفال، بما انه اتفقنا انه نحن جلساتنا دائما تشاركيه تفاعليه، بالنهايه بنكون عم نعطيهم انستراكشنز تيقدروا يعملوا خطوات بتمثل خطوات السلام. كل حدا منا قادر بخطوه صغيره يقدر يوصل للسلام. كرمال هيك هدول الاطفال كانوا هن عم بنقوا خطوه يكتبوها تيوصلوا للسلام. نعم، وهون عم نشوف مثل عم بيعملوا نوع من تعاون. يس، هيدي هيدي بتعريف النزاع. شو هو النزاع؟ تنبلش الجلسه بيكونوا الاطفال عم بحطوا راحه اليد على بعضها، من خلالها نحن بنقدر نستخلص تعريفات للتعريف النزاع تنقدر نبلش فيها السيشن تبعنا. هون كمان شو عم نشوف؟ يس، هيدا بالجروب ورك. نحن بنآمن خصوصي اكيد بعمل المجموعات، الاطفال هن عم بيكونوا بمجموعاتهم عم يعملوا هدول ال هيدا. انت ريما؟ اوكي، هون كنت كمان معهم بهيدا النشاط، احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع، كيف لقيتي تفاعل الشباب وتفاعل الاولاد بهالنشاط؟ انا بدي اقول هالسيشن فظيعه جدا جدا، لانه بساعه
بيعملوا الشباب كثير اشياء ومنهم قاعدين عم بيتسمعوا على طول. انسوني بيحكي لهم هن عم بيتحركوا عم بيعملوا. شفت اول شيء النزاعات، بعدين بيعطيهم كرتونه صغيره بقول لهم رسموا اجركم، يعني كل واحد بوطي بيرسم اجره، بعدين بقول لهم تكتبوا عليا انتم اول خطوه للسلام. شو هي اول خطوه بالنسبه لكم للسلام؟ كل واحد كتب على هل شو طلع بالنسبه لهم؟ هات لنشوف شو كتب مثلا كل تلميذ اول خطوه ما للسلام. هو قسمهم جروبس وصار كل جروب فيه سبعة ثمان اجرين وسبعة ثمان ايدياز. يعني مثلا خبرنا عنهم شو هو الخطوات اللي كتبوها. 100% كل طفل كل شاب هو بنقي الكلمه اللي هو بيريحه، يعني كان في تقبل الاخر، الحب، مساعده الاشخاص المحتاجين، السلام بحد ذاتها، كل كلمات اللي هي اول كلمه بتخطر على بال حيالله حدا كان عم يكتبها، اكان عدم التمييز العنصري، كل حيالله كلمه كانت عم تخطر على باله، نحن ما كنا عم نحط قيود معينه على الكلمه. حلو انه تركينهم على راحتهم، واي كلمه يمكن ممكن تخطر براسهم ممكن يستعملوها، هيدي بهالطريقه بنكون عم نشجعهم كمان لانماء قدراتهم الذاتيه. اليوم هالنشاط اللي عم بيصير هل هي التعامل مع مدارس رسميه فقط لغير او مع مدارس خاصه ايضا؟ لا، نحن التعامل مع كافة المدارس أكانت رسمية أم خاصة، ودائماً في عنا نحن مثل اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية كمان بنكون عم نتشارك سوا بهدول النشاطات وبغيرهم. بس شو عم بتقدم اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية لكم أو لكافة ما بعرف مدارس؟ شو نوع التسهيلات اللي عم بتقدم لكم يعني؟ وزارة الشؤون الاجتماعية عندها برنامج وطني للوقاية من الإدمان، فهي من خلال هذا البرنامج نحن في اتفاقية التعاون معهم عم نكون عم ندخل على هدول المدارس ونكون عم نشتغل. إذا بدك دائما منآمن بشغلة أنه وجود التعاون مع الإدارات الرسمية أساسي بالمؤسسة، يعني حتى نحن بنشتغل بالأردن، بكويت، بعمان، دائما بنحب أنه يكون التعاون مع إدارة رسمية، وهذا الشيء اللي صاير بلبنان مع وزارة الشؤون الاجتماعية. دائما وقت يكون في هذا الغطاء اللي هو غطاء رسمي بيعطيك اكثر، مش بس بيسهل، يعني مصداقيه اكثر بالشغل. طبعا مدام ريما، روتري كلوب بيتعاون كمان مع اي وزاره بلبنان هيك لدعمها اكثر؟ طبعا هو كلوب يعني غير هيك منحاد عن كل شيء هيك سياسي وغيره. عندنا ما في سياسي، ما في دين، ما في لون، ما في، بس تنميه اجتماعيه. ونحن لما سوينا حطينا المي بالمدارس تعاوننا مع وزارة التربية طبعا ايه، وعن طريقهم قدرنا نفوت على كل المدارس. كتر خيركم على هالنقطة انه نعم هالولاد عم بيشربوا مي نظيفة، لأن ضروري جدا، هي بتمنع الأمراض، بتخليهم يجوا على المدرسة، بتخليهم يتعلموا، شيء كثير مهم. وهيدا بروجرام لكل لبنان، 1200 مدرسة عم نحط فيهم ما صار. طب من وين عم بتجيبوا هالدعم لروتري كلوب؟ خاصة انه بنعرف يعني اليوم لبنان والوطن العربي اقتصاديا كله مقلقز، العالم صارت عم بتنبش على دولار واحد يمكن لتقدر تعيش. ما هيدا سر الروتري، سر الروتري، إذا معك 1000 دولار فيك تعملي مشروع ب 200,000 دولار. ب 1000 دولار بتحكي مع النوادي اللي بالبلد تبعك بيساعدوك بيعطوك قد ما عطوك، بتحكي مع النوادي اللي برات بلادك بيجوا كمان بيساعدوكي، بعدين الديستريكت يعني المسؤول عن كذا بلد كمان بيساعدك قديه جمعتي بيعطيك قد نصهم، وبعدين الروتري انترناشونال اللي هي المؤسسه الام تدعم طبعا، بتعطينا قد ما جمعنا يعني بتبلش بشوي وفيك تعمل كثير. الحمد لله. هيدا مثل البير، الله يقدرنا. مثل الوقت تنقطع المي بنروح على البير دغري. اكزاكتلي. انتوني طبعا بمسابقه الرسم اللي حتصير ب 15 ايار مايو بجامعه الاليو، عم ضل نكرر ليحفظوها العالم اذا حابين يروحوا يشرفونا يحضروا يتابعوا هالنشاط اللي حيصير. طب عملنا هالخطوه، طيب بدنا جوائز، في شيء من هالنوع او لا؟ اكيد نحن تقريبا لحديت هلا صرنا فوق ال1000 شخص مشاركين بهالمسابقه الرسم، في جوائز لاول خمسه رح يكونوا بلبنان، غير انه رح ينعرضوا الصور تبع اول 100 مشترك ربحانين، ف ماديا رح يكونوا لاول خمسه ومعنويا لاول 100. حلو كثير، يعني ما حدا خسران، كله ربحان معنويا وماديا. طب هل يا ترى وقت نحكي مثلا غير انه ماديا، يعني غير ما نقول انه جوائز كاش، هل يا ترى عم تدعموا اي من الاطفال اللي ما قادرين يكفوا مثلا لنقول علمهم باي مدرسه معينه، تعطون منح معينه او لصف معين او لعمر معين؟ اوكي، نحن من خلال البرامج بتقدمها منتر العربيه عندنا توجه بدعم الشباب اكيد، بس برامجنا مبنيه بطريقه معينه
مثلا في حاليا برنامج عم بينعمل باربع محافظات بلبنان، بقاع، بيروت، شمال والجنوب. هذا البرنامج قايم على دعم الاشخاص اللي هن اكثر هشاشه بنسميها، يعني اكثر ناس بحاجه. هذول الاشخاص يلي بيكونوا عم ياخذوا فوكيشنال تريننج او تدريبات حرفيه اذا بدنا نسميها، هؤلاء الاشخاص عم نكون عم نبني لهم قدراتهم من خلال برنامج عم يبرم كل المناطق اللبنانيه. غير هيك على الصعيد اللايف سكيلز تبعهم ومهاراتهم الحياتيه عم نكون عم نشتغل تنمي لهم اياها، وزياده عن مهاراتهم الحياتيه عم نكون عم نساعدهم على الصعيد المهني كرمال نفتح لهم افاق بالشغل لبعدين، فرص عمل. وبكرمال المدارس نحن اوريدي عندنا برنامج دائما متكامل بيحمل 14 جلسه توعيه عم يتطبق بالمدارس بلبنان. غير البرامج الاخرى اللي بتطبقها منتر. يعني خليكم بهالهمه عن جد بالفعل كمنتر اريبيا، غير انه يعني هدفكم هو سامي جدا، وغير انه انتم حضرتكم مؤسسه غير حكوميه، يعني ما نكون خاصكم ابدا بالحكومه، وبتقولوا يعني تحديدا انه نحن بنمكن قدرات الاطفال والشباب وقايتهم من السلوكيات الخطره. بتعرف لي شو قصدكم يعني بالسلوكيات الخطره؟ اوكي، اليوم هدول الشباب اذا بدنا نجي نحكيهم بطريقه تخويفيه ما بتنفع معهم، يعني مش هذا الهدف الاساسي. نحن بنشتغل ببرامج وقائيه، الوقايه بتصير من خلال كذا جلسه توعيه، من خلال برامج طويله الامد بتطبق بهدول المدارس وهدول مع هدول الشباب، اكيد بالمدارس مع الاهل مع الاطفال. نحن السلوكيات الخطره بنقصد فيها كل شيء ممكن ينحرف عليه هذا الشخص، اكيد من خلال المخدرات، يوصل مطرح من ستريس كثير زايد يروح للانتحار، أكان من خلال العنف. كل هدول السلوكيات الخطيرة نحن هدفنا تمكين هدول الشباب، تمكينهم من خلال دعم مهاراتهم الحياتية، مش من خلال أنه المخدر بيقتلك وهيك. لا، نحن هدفنا نبني قدراته للشخص لحاله. نحن بنشتغل ما قبل وقوع الحادثة، يعني ما قبل شخص ما يستخدم هذا المخدر، يعني ما بننطر للكارثة لتوقع وبعدين بنقول الله يساعدنا من شو بدنا نعمل بأولادنا وين واصلين، خاصة بهالإفة اللي عم بتكون من المخدرات بآخر هالفترة. عن جد عم نلاقي أولاد يمكن عمرهم 15 و13 و14 سنة عم بفوتوا بأمور يعني ما لازم يفوتوا فيها للأسف الشديد. مدام ريما، بالنسبة للروتري كلاب بعرف أنه نشاطاته كتير عديدة عبر كل السنوات، ومش أول مرة بنستضيف حدا يعني من الروتري كلاب. آخر نشاطات تمت بالروتري كلاب شو كانت؟ نحن هالسنة في عنا بروجكت، يعني مشاريع على جميع الأصعدة. مثلا عم نقدم مكنة للعيون لمستوصف الأيوبي، عم نشتغل مع الأردن على الفيرست ايد، يكون بكل عائلة في شخص متدرب يعرف كيف يتعامل مع المرض. عندنا غير كمان طبعا المي، الفلتراج تبع المي بالمدارس. هلا كمان عم نبني ب 2.3 مليون دولار مؤسسة تربوية في البقاع حتى تعلم اللبنانية والسورية، تعلمهم وتعطيهم ثقافة. وهيدا عم نعملها مع ألمانيا، بدها تكلف 200 مليون دولار. هيدي اللي عم نشوف الصوره اللي عم نشوفها على الهواء، هيدي هي الفود بوكسز اللي عم نحكي عنها. هيدي الفود بوكسز، هيدي الفود بوكسز، هيدا مشروع وزعنا اكل للناس. هيدا كل صندوق فيه اكل لشهر لعائله. هيدي بنروح بالمناطق اللي كثير كثير تعيسه، الناس يعني شو بدي خبرك، رحت انا وزعت، خلينا نقول يعني ناس عايشين ببخش بالحيط ولا عندهم ضو ولا عن شوفي يا الله، يعني شيء كثير كثير مؤسف. هيدول بنوزع عليهم اكل، هو في من الفود بانك، في الفود بانك هي مؤسسه بتوزع بتلم الاكل من الحفلات ومن وبتوزعها على الناس، بس هي ما فيها توزع الا على المناطق القريبه. المناطق البعيده بنبعث لهم هيدول الصناديق اللي شفتيهم اللي فيهم اكل. ورحنا وطبعا بنروح دائما بنزور الاختياريه وبناكل معهم وبنقدم لهم عشاء. المسنين ما تقولي ختيار، ما في ختيار، في مسن. المسن ما بحبها هيدا. الشباب شبابنا ما حلوه كلمه ختيار. وكمان بنروح على دار الايتام نفس الطريقه، كمان بناخذ لهم بنعشيهم بنتعشى معهم وبناخذ لهم كادويات. هالسنه اخذنا لهم اسبادريات مثلا، ما بعرف شو كمان في كثير يعني اشياء. يعني بالفعل نشاطاتكم عديده جدا، وقد ما تحكوا عنها ما بتخلص يمكن
ابدا. بس طبعا يعني هلا اكيد عندكم تحضيرات لشهر رمضان المبارك، حطيتوا شيء الاجنده او بعد؟ بالاجنده في عندنا محاضره عن المخدرات، رح اليوم الساعه 7 باوتيل مونرو اللي بحب يتفضل اهلا وسهلا. و اي ساعه تحديدا باوتيل مونرو؟ الساعه 7 عشية اليوم الساعه 7. وفي عندنا ب 23 الشهر مروان بركات جاي يحكي على الاقتصاد بلبنان. وطبعا في عندنا افطار لكل الاعضاء. بعد ما بدنا نقول لكم مشكورين لكينا على كل هالنشاطات اللي عم تعملوها طبعا روتري كلوب. انتوني يعني قبل ما اختم معكم بس بدي اعرف كيف عم بيتم التعاون بين منتر اريبيا ومنتر العالميه. اوكي، نحن منتر اريبيا هي بارت من منتر انترناشونال، دائما في تواصل مع منتر العالميه، دائما في اتصالات دائمه، يعني اكان من خلال البرامج اللي نحن بناخذها بنكون بالتعاون فيها مع منتر العالميه، هيدي البرامج بتكون ناجحه بكل الدول اللي فيها منتر بالعالم، عم تكون عم تتطبق بالدول العربيه، غير الزيارات الدائمه بين لبنان والسويد مطرح موقع منتر العالميه. نعم، لكل اللي عم بيتابعونا اليوم وحابين يتطوعوا بمنتر اريبيا، كيف ممكن يعملوا هذا الشيء؟ اكيد نحن من خلال السوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام وغيره، اكونتات منتر العربيه موجوده، فيهم يكونوا عم يتواصلوا معنا. بالعربي عم نقول بيعملوا سيرش او بالانجلش؟ بالانجلش موجوده منتر العربيه، واي ثينك كمان بالعربي موجوده. او من خلال اذا بدهم يزورونا بمكتبنا بالحمراء باريسكو سنتر. نعم. بالنسبه للروتري كلوب كمان ايضا مدام ريما، لكل اللي حابين يتطوعوا او يكونوا جزء من روتري كيف ممكن؟ اهلا وسهلا فيهم. في عنا فيسبوك بيج روتري كلوب بيروت سيدرز، محطوطين باخر البرزنتيشن اللي حاطينه، وفي عنا اكونت على تويتر بس روتري كلوب بيروت سيدرز، ونحن بنجتمع كل يوم اربعاء الساعه 7 باوتيل مونرو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيهم. طبعا هون عم نشوف هيك بعض المشاهد وفيديو من روتري لكل اللي حابين ينضموا، كم جوين اس والى اخره. روتري انترناشونال يور ويلكم، ومثل ما ذكرت انه دائما بتجتمعوا كل نهار اربعاء باوتيل المورو الساعة 7 مثل اليوم حيكون في محاضرة الساعة 7. أيوة هلا بأوتيل المورو حول إفة المخدرات. بدي أتشكرك أنتوني أبو زيد، حضرتك طبعا المسؤول البرامج والمشاريع في منتر أريبيا، وأيضا مدام ريما خلف بدي أتشكرك، حضرتك رئيسة نادي روتري بيروت سيدرز. أهلا وسهلا فيكم بعيون بيروت، شرفتونا. بدنا نقول لكم شكرا على هالنشاطات السامية والهادفة لكل الشباب اللبناني والعربي.